قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان كما في حديث سلمان المرفوع أنه صلى الله عليه وسلم خطب في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوع، فمن تصدق فيه أو من عمل فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فهذا حديث عظيم استقبل به النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، وصفه بأنه شهر عظيم وأنه شهر مبارك، ثم بين صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله فيه، فقال: جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، يعني التراويح وما تيسر معها من قيام الليل، من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هذا حديث يبين فضائل شهر رمضان، ويبين ما أودعه الله فيه من الخير للأمة، فهو شهر عظيم عظمه الله سبحانه، وذلك بقوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومعنى أنزل فيه القرآن، قيل أنزل القرآن في بيان فضله، وقيل أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه إنزال القرآن، ثم تتابع بعد ذلك إنزال القرآن على فترات حتى تكامل القرآن الكريم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو شهر فيه خيرات كثيرة، وهو موسم من مواسم الآخرة، غنيمة لمن وفقه الله عز وجل. روي أن اثنين كانا مجتهدين في العبادة، فتوفي أحدهما وبقي الآخر، فروي الذي تأخر موته سابقا للأول، فتعجبوا من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد أدرك شهر رمضان وصامه؟
قالوا بلى. قال أليس أدرك ليلة القدر وقامها؟ قالوا بلى. قال والذي نفسي بيده إن بينهما لكما بين السماء والأرض. وهذا يدل على فضل هذا الشهر وبيان ما أودعه الله فيه من الخير. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.